مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، سعداء جدا باش نتواصل معكم في حصة وفي حلقة جديدة من برنامج مساحة رياضية رقم 9. اليوم في هذه الحلقة ضيوف على فرق القسم الشرفي الثالث، وبالضبط فريق أطلس الحرارين. هذا الفريق اللي كيحتل الصف الثالث قبل هذه المقابلة في المجموعة دال اللي كيتزعمها فريق مغرب طنجة، وفي الوصافة فريق فتح طنجة ب9 ديال النقاط وفريق مغرب طنجة ب13 ديال النقاط، فيما فريق أطلس الحرارين كيحتل الصف الثالث ب8 ديال النقاط من 2 ديال الانتصارات و2 ديال التعادلات. اليوم عنده مقابلة مهمة على أرضية ملعب الزياتن رقم 2 أمام فريق قوي هو الآخر، فريق شباب العوامة. الطاقم التحكيم من هذه المقابلة في الوسط أسامة الدواز، المساعد الأول أنس الزبخ، المساعد الثاني عبد الغني الدغدوغي، فيما مندوب المباراة عبد العزيز شبعة. اللاعبين كيمروا على الطاقم التحكيم من هذه المقابلة قبل ما يهودون أرضية الميدان من أجل الإحماءات ودخول في أطوار هذه المباراة. فريق شباب العوامة اللي كيلبس القميص الأصفر ديالو، وفريق أطلس الحرارين الفريق الأبيض المخطط باللون الأزرق. هذا الفريق ترابيا كينتمي لمنطقة أو للمقاطعة بني مكدة، وبالضبط المقر ديالو كيتواجد في حي بن ديبان أو إن صح التعبير بالحومة ديال صدام. الفريق طموحه كبير هذا الموسم من أجل تحقيق الصعود إلى حظيرة القسم الممتاز، وهو كيتوفر على مجموعة من العناصر ذوي الخبرة والتجربة. نخليكم مع التسخينات وأجواء قبل هذه المقابلة ومع الملخص اللي كيلخص الأهداف اللي تسجلت في هذا اللقاء. فرجة ممتعة ونتلقى بكم عند نهاية المباراة.
المباراة انتهت بتفوق فريق أطلس الحرارين بنتيجة 3-2 في مباراة هيتشكوكية صعيبة كان أنه يرجع فيها فريق شباب العومة في الأخير. شكرا على حسن الإرصاء والمتابعة، نخليكم مع تصريحات فعاليات فريق أطلس الحرارين، إلى اللقاء. الأول كانت معنا الرياح، قدرنا أن نسجل 3 الأهداف. في الصوت الثاني تقلبت علينا الرياح وكان علينا احنا نلعبوا كره في الارض، كتعرف لان احنا في قسم هوات باش يتادبط معاك الجوار خاصك بزاف ديال انك تكون معاه غيون تكنيك لونطريمون باش توريه كيفاش انه يلعب. صراحه كانت مقابله لا باس بها، واخا كانت اخطاء تحكيميه احنا كنشجعوا اللاعبين كاملين، كنشجعوا حتى هو الحكم ايضا حتى هو كيتعلم. انا نرجع لك للهضره اللي قلت لك في الاول، لان لا كنا عندنا تدارب اسبوعيه ما كانش يوقع لنا هذه المشاكل هذه. نعم. نكونوا مدربين على الاخطاء على نعم. على على الضربات الترجيحيه، فهمتي؟ نعم. هو المشكل، لان كاين انا قلت لك مونت كومبيتيسيون. نعم. الا كنا كندربوا دائما. نعم. راه شوف هو باش كتكتسب المعرفه، باش المعرفه الكرويه، باش بالتجربه. نعم. انك تعمل الحاجه وتعاودها وتعاودها وتعاودها، ملي كتعملها وتعاود كتكتسب المعرفه ديك الحاجه. مثلا نقولوا فوط اولا ضربه ترجيحيه، كتعاودها وتعاودها وتعاودها غادي تعرف كيفاش الضربه. هذا علاش ضيعنا جوج ديال البيلارديه. نتمنى شكرا اخي. شكرا الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا اخي عثمان على الاستضافه ديالك وتتبع ديالك الاقسام ديال الهوات. واش غنقول لك، كنا محتاجين ثلاثه النقط بزاف، كنا محتاجين باش نزيدوا نتبعوا الناس ديال الراس اللي كانوا هربانين علينا بخمسه ديال النقط، وهما مريحين في السيمانه وحنا سبقنا ريحنا. دابا ان شاء الله بقاو جوج ديال لي بوان ونكملوا ان شاء الله اذا خط تصاعدي باش ان شاء الله نحققوا المبتغى ديال الفرق. اللي مختص في ضربه الجزاء ما مشاش يضرب ضربه الجزاء، صراحه لعبوا معنا دائما كيماركي دائما كيلعب. جات ضربه الجزاء الاولى مشاو خمسه ديال الناس سمح له فيها، جات الثانيه سمح له فيها، هذا الشيء اللي وقع. والمباراه اليوم كانت جد صعيبه بزاف على حسب الاجواء ديال الريح. في الشوط الاول كان الريح في صالح ديالنا وتمكننا نسجلوا 3 ديال الاهداف، ولكن في الشوط الثاني تقلب الريح ضد ديالنا وتمكن الفريق الخصم يسجل جوج ديال الاهداف. ديك الشيء اللي خلى المباراه تكون صعيبه، ولكن الحمد لله بالعزيمه ديال الرجال والقتاليه تمكننا نحققوا 3 النقاط. اسامه شحال كان هذا العام ولا؟ ان شاء الله هذا هو الهدف الاول ديالنا هذا العام، ان شاء الله نحققوا الصعود وان شاء الله يشرفوا المنطقه ديالنا الحومه تصدم ان شاء الله. كل شيء كان الحمد لله مكسب مسير موفر. لا كنقولوها في الكاميرا وبرا الكاميرا، الحمد لله مكسب مسير ما كيخليش المجهود ديالو موفر الدراري ديالنا كل شيء من جميع النواحي اللي بغاوها كل شيء كاين، وان شاء الله الدراري ديالنا يتقاتلوا كل شيء بتضافر الجهود ان شاء الله نحققوا الهدف ان شاء الله.